يسعد اوقاتكم متابعين شركة إليجنت هوم العقارية في اسطنبول. رجعنا لكم اليوم بيوم جديد وعرض جديد وفيلا جديدة. الفيلا اللي نحن متواجدين فيها حاليا عم تكون مساحتها 2900 متر مربع ببناء مساحة 600 متر مربع. خليكم معنا لنتعرف اكثر على تفاصيل الفيلا. الفيلا اللي نحن حاليا متواجدين فيها في منطقة بيوك تشكمجة، قريبين جدا على الخط السريع وقريبين من الخدمات وقريبين من البحر، وحاليا راح نشوف الفيلا بإطلالتها البحرية. الفيلا عم تألف عنا من 8 غرف وصالونين ومطبخين وبالإضافة لتراس كبير. نحن حاليا عند مدخل الفيلا، طبعا الباب تبع الفيلا بيفتح وبسكر أوتوماتيك بالإضافة لباب جانبي لدخول الأشخاص عم يكون موجود بهالمنطقة هي. تير معكم مثل ما نشوف المدخل، في عنا هون مواقف للسيارات تقريبا بساع حوالي الخمس سيارات، مواقف سيارات قدام الفيلا عم يكون، بإضافة لبيت للحارس عم يكون بهالمكان هذا. حاليا رح ندخل نشوف بيت الحارس. طبعا مخصصين بهذا المكان غرفة مع الصالون تبعه والمطبخ تبعه كاملة عم تكون للحارس. بهذا المكان جنب بيت الحارس عم يكون في عندنا غرفة صغيرة مثل مستودع عم يكون فيها أدوات وآليات للزراعة. ننتقل لنشوف الحديقة. صاحب الفيلا مقسم الحديقة لثلاث أقسام، مكان عامل فيه للزراعة صار فيه أشجار فواكه، ومكان عم يكون ساحة خضراء ممكن لعب فيها ممكن جلوس فيها، ومكان آخر موجود في المسبح حاليا بنشوفه. ننتقل لنشوف مكان أشجار الفواكه. طبعا بهذا القسم الحديقه نحن مثل ما عم نشوفه زارع فيها العديد من اشجار الفواكه، عم يكون في عندنا بعض اشجار التفاح وشجر الاجاص والعنب، عم يكون في عندنا اشجار الكرز بالاضافه لبعض انواع الخضروات يلي زارعها هون. مثل ما عم نشوف قدامنا هون عندنا شجر الاجاص طبعا بمساحه كبيره عاملها عم تمتد عندنا تقريبا حوالي 20 متر بالاتجاه. حاليا راح ننتقل على القسم الموجود في المسبح. مثل ما عم نشوف بهذا القسم كان موجود بعض عندنا اشجار فواكه واشجار الزينه وبعض الورود. مثل ما عم نشوف مع بعض مساحه الحديقه جدا واسعه عم تكون، بهذا الاتجاه موجود هيك عندنا البحر عم يكون، ولكن الشجر طويل فما عم نستطيع الاتباع.
كمان أنا موجود بهذا القسم، عم بكون في عنا بير مياه موجود عنا بهالنقطة هاي، عم بكون بير مياه بهالنقطة هذيك اللي هنيكي، عم يغذي لمياه الشرب وعم يغذي لمياه المسبح. بالإضافة طبعا المسبح في له قسم للفلاتر لتنقية المياه، الفلاتر طبعا بكون في لها قسم. حاليا راح نشوف الفيلا من الداخل. حاليا ندخل نشوف الفيلا، هي عبارة عن 3 طوابق ونص مثل ما ذكرنا، 8 غرف وصالونين ومطبخين بالإضافة لتراس كبير. صاحب الفيلا بسبب إنه عائلته صغيرة ما كسر الفيلا بشكل كامل، كسر الدور فقط يلي مع المسبح وترك باقي الفيلا بدون إكساء، ولكن هاي فرصة لكم لتكسوها بالطريقة وتعملوا ديكورات اللي بتناسبكم وبتريدوها. بنبدأ من هذا الدور، رح ناخذ هلا فكرة عن الفيلا وعن غرفها. بهذا الدور اللي نحن موجودين فيه عند المدخل عم يكون في عندنا غرفة وصالة والمطبخ. طبعا عم يكونوا عندنا كلاتهم بإطلالة على الحديقة وعلى البحر أمامنا. عم يكون في عنا مطعم الصالة، في عنا هون الحمام بالإضافة لغرفة عم تكون مساحتها كبيرة وفي إلها تراس. بهالاتجاه من الصالة عم يكون في عنا مطبخ. المطبخ عنا عم يكون في له مدخلين، مدخل رئيسي اللي نحن دخلنا منه وفي له مدخل عم يكون من الصالة. بالإضافة له مخرج على التراس عم يكون بإطلالته البحرية. بهذا الدور من الفيلا في عنا 5 غرف، منهم 3 غرف رئيسيات عم يكون في إلها حمامها الخاص. نتعرف عليهم ضمن آخر غرفة. هون في عنا حمام خارجي عم يكون لبقية الغرف. بهاي الغرفة عم يكون في إلها حمامها، وهي مساحة الغرفة عم تكون بإطلالة على المدينة وعلى البحر.
هلا رح نشوف الغرفة الثانية. الغرفة الثانية عم يكون في لها مكان مثل دولاب أو خزانة ألبسة، بالإضافة لحمام هذا كبير براسه، ممكن نحط فيه جاكوزي، نستخدم مضافية جاكوزي، أو ممكن نكسيه بالطريقة اللي بتناسبكم. كمان في عم يكون في لها بلكون خارجي بإطلالة على المدينة والبحر. بهذا القسم يكون في عندنا غرفة. وهون كمان يكون في عندنا غرفة بإطلالة بحرية. كمان هو موجود في عندنا غرفة في لها حمامها الخاص. وعم يكون في لها بلكون بإطلالة على البحر والمدينة. ننتقل للدور العلوي اللي فيه التراس. في الدور العلوي عم يكون في عندنا هم مكان مثل المستودع، هالغرفتين هم مثل ما انا شايفينهم. حمام عم يكون بهذا الاتجاه، بالاضافة لغرفة مع تراسها. طبعا الصالة اللي احنا فيها عم يكون في لها أساسات لتمديدات المطبخ. بهالحالة هي عم تكون فيلا فيها ثلاث مطابخ. حاليا بننتقل للتراس ونشوف مساحتها. طبعا مثل ما عم نشوف الخط الرئيسي الاي 5 اللي هو ايبيش بالتركي، عم يكون بعيد من هون تقريبا حوالي الكيلو ونصف. عن طريق السريع التيم عم يكون بعيد حوالي ال5 دقائق. حاليا رح ندخل ونشوف الدور اللي هو جاهز مكسر اللي مع المسبح والحديقة. بهذا الدور اللي حاليا نبدأ معكم من الصالة، عم يكون في عندنا الصالة بالإضافة لمطبخ أمريكي عم يكون معاها. عاملين هون طاولة بتصميم أمريكي لطاولة السفرة، عاملينها هون. طبعا بتكون في عندنا الصالة. طبعا الصالة في إلها مخرج تاني أو مدخل من عند الحديقة والمسبح كما عم نشوف. هاي رح ننتقل نشوف الغرف. هون في عنا غرفة بطاطا على الحديقة عم تكون. كمان هون موجود في عنا غرفة ثانية بيطلع لي على الحديقة. حاليا الحمام عم يكون للغرفتين،
حمام فعلا نشوفه كتير واسع، بإمكان نحط بقلبه جاكوزي أو بانيو كبير. هذا القسم في عنا تواليت اللي هو عم يكون تواليت عربي بالإضافة لمغسلة. بهذا القسم هون في عنا مكان غرفة غسيل بإمكانها منها كغرفة ساونا أو غرفة بخار. بهالقسم هذا موجود في عنا حمام عثماني عم يكون. الصالة من هون في عنا الدرج عم يكون مركبين له باب، بإمكاننا نشيل الباب بإمكاننا نخلي الباب، نعمل قسم منفصل منعزل كقسم للضيوف، بالإضافة لمدخل رئيسي عم يكون بهذا القسم، مدخل بإمكاننا الخروج منه للخارج لعند الحديقة. على يسارنا من هون في عنا مكان دولاب لوضع الأحذية والمعاطف. طبعا ما شفنا الفيلا وتفاصيلها، الفيلا عم يكون فيها دور واحد مكسي بسبب انه صاحب الفيلا عائلته صغيره فما عنده الاستخدام الكامل، عمل تعديلات لدور واحد والباقي خلاه على العظم، فيكم تكسوها بالطريقه اللي بتريدوها. طبعا ما شفنا كمان بالدور السفلي في عندنا مكان موجود فيه حمام عثماني وفي جنبه مكان بامكاننا نعمل فيه غرفه ساونا. الفيلا مثل ما ذكرنا عم تكون على مساحة أرض 2900 متر مربع، في لها الحديقة مقسمة لثلاث حدائق عم تكون، بالإضافة لمساحة بناء 600 متر مربع. إذا عندكم أي استفسار حول هاي الفيلا أو فيلا أخرى في اسطنبول بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الظاهر أمامكم في الفيديو، أو اتركوا لنا تعليقكم وراح يتواصل فريق شركة إليجنت هوم العقارية معكم. ولا تنسوا تسووا اشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد عن مشاريعنا في اسطنبول. طبعا دائما السعر بتلاقوه بصندوق الوصف.